السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النحو بعنوان التوكيد. هنتكلم في حلقة النهاردة عن التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. تعالوا مع بعض نبدأ الحلقة. أول حاجة درس التوكيد، عندنا توكيد لفظي أو توكيد معنوي. هنعرف برضو في حلقة النهاردة إزاي بستخرجه وإزاي بعربه وإزاي بفرق ما بينهم، وهنعرف شروط الكلمة اللي على أساسها أقول إن الكلمة دي توكيد ولا لا. تعالوا مع بعض نبدأ بالتوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ مرتين. ممكن يكون التوكيد اللفظي ده اسم، مثال رأيت الطالبة الطالب. التوكيد اللفظي ده الكلمة التانية، الكلمة اللي اتكررت دي التوكيد اللفظي. ممكن يكون التوكيد اللفظي فعل، لما اجي اقول نزل نزل المطر يبقى نزل التانية، دي التوكيد اللفظي. ممكن يكون حرف، لن يفشل المجتهد، يبقى ممكن تكون حرف زي لن. ممكن تكون جملة، جملة فعلية، لما اجي اقول نجح محمد نجح محمد يبقى الجملة الفعلية كلها دي التوكيد اللفظي. ممكن يكون برضو التوكيد اللفظي جملة اسمية، مثال الله اكبر الله اكبر، يبقى الجملة التانية اللي هي الله اكبر المتكررة دي التوكيد اللفظي. يبقى احنا عرفنا ان التوكيد اللفظي تكرار اللفظ مرتين، وبيكون يا اسم يا فعل يا حرف يا جملة. تعالوا مع بعض بقى نركز في التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي بيكون بألفاظ معينة، اللي هي ايه الألفاظ المعينة؟ بيكون نفس، عين، كل، جميع، كلا، وكلتا. وفي شروط لازم تتحقق في الكلمة دي علشان تكون توكيد معنوي. ايه الشروط؟ تكون مضافة لضمير، يعني الكلمة دي اللي هي نفس وعين وكل وجميع وكلا وكلت لازم يكون فيها ضمير بيعود على المؤكد اللي قبلها، ده أول شرط. تاني شرط لو حذفناها المعنى مش هيتأثر، حذفها لا يؤثر في المعنى. تلاتة تيجي بعد المؤكد وليس قبله، هنعرف ده بالتفصيل دلوقت. ناخد مثال، لما اجي اقول لك حضر الرئيس نفسه يبقى دي جملة فعلية، حضر الفعل، الرئيس دي الفاعل، نفسه دي توكيد معنوي. انا بأكد مين؟ بأكد الرئيس نفسه، يبقى الرئيس، يبقى الرئيس دي المؤكد. نشوف الشروط، فيها ضمير بيعود على المؤكد نفسه، فيها الهاء، دي ضمير بيعود على الرئيس اللي هو المؤكد. حذفها لا يؤثر في المعنى، ينفع نقول حضر الرئيس الجملة تنفع؟ ينفع، يبقى حذفها لا يؤثر في المعنى. تلاتة جات بعد المؤكد، الرئيس المؤكد جات الاول وجي بعدها التوكيد المعنوي، يبقى نفسه دي توكيد معنوي. طب اعربها ايه يا مستر؟ اعربها توكيد معنوي. التوكيد المعنوي بيتبع المؤكد في الحالة الاعرابية، يعني لو المؤكد مرفوع يبقى التوكيد مرفوع، المؤكد منصوب يبقى التوكيد منصوب، المؤكد مجرور يبقى التوكيد مجرور. هنا حضرة دي الفعل، الرئيس دي فاعل مرفوع، يبقى نفسه دي توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضمة. مثال تاني، لما اجي اقول لك عاتب محمد نفسه، هنا نفسه حققت الشروط، دي فيها ضمير؟ فيها ضمير، حذفها لا يؤثر. عاتب محمد بيعاتب مين؟ نفسه، ينفع احذفها عاتب محمد؟ طب عاتب مين؟ لا، هنا كده حذفها هيأثر في المعنى، يبقى كده شرط وقع. جت بعد المؤكد، ايوه جت بعد المؤكد، بس في شرط ناقص ان حذف الكلمة طالما هيأثر في المعنى يبقى الكلمة دي مش توكيد. هنا لو جينا نعرب نفسه، عاتب دي الفعل، محمد دي الفاعل، نفسه دي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. يبقى نتأكد من التوكيد المعنوي ان يكون محقق الشروط، نقولهم تاني، يكون فيها ضمير، حذفها لا يؤثر في المعنى، تيجي بعد المؤكد. تعالوا ناخد أمثلة مختلفة على التوكيد المعنوي. كرمت الطالبتين أنفسهما، فين التوكيد المعنوي؟ أنفسهما دي جملة فعلية، كرم دي الفعل، التاء تاء الفاعل، الطالبتين مفعول به منصوب، يبقى أنفسهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصب الفتحة. مثال تاني، سلمت على المعلمين أنفسهم، المعلمين دي اسم مجرور بالياء، يبقى أنفسهم دي توكيد معنوي مجرور. مثال تاني، لما اجي اقول لك انسحب الجنود، انسحب دي الفعل، مين اللي انسحب؟ الجنود، كلهم دي توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضمة. مثال تاني، احب معلمات المدرسة جميعهن، احب دي الفعل، معلمات الفاعل، المدرسة دي مضاف اليه، جميعهن هنا دي بتعود على مين؟ فين المؤكد؟ معلمات، معلمات دي فاعل مرفوع بالضمة، يبقى جميعهن دي توكيد معنوي مرفوع بالضمة. مثال تاني، لما اجي اقول لك نجح الولدان كلاهما، لا خلي بالك بقى من كلا وكلتا، لانهم بيعربوا اعراب المثنى،
نجح الولدان، نجحت الفعل، الولدان دي الفاعل، فاعل مرفوع، يبقى كلاهما دي توكيد معنوي مرفوع بالايه؟ بالالف. كلا وكلتا تعرب اعراب المثنى، ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء. ناخد مثال تاني لما نيجي نقول كتبت الدرسين، نقول بقى كلاهما ولا كليهما؟ نقول كليهما، لان الدرسين دي مفعول به منصوب، يبقى كليهما توكيد معنوي منصوب بالياء، يبقى ما ينفعش اقول كلاهما، هقول كليهما. مثال تاني لما يجي يقول فازت الطالبتان كلتاهما، نقول كلتاهما ولا كلتيهما؟ نشوف الاعراب، فازت، فازت الفعل الماضي، الطالبتان دي الفاعل مرفوع، يبقى نقول كلتاهما. لو منصوبة او مجرورة هقول كلتيهما. تعالوا ناخد مثال برضو لما نيجي نقول سلمت على المعلمتين، المعلمتين دي اسم مجرور، يبقى نقول كلتاهما ولا كلتيهما؟ هنقول كلتيهما، لانها توكيد معنوي والمعلمتين دي مجرورة، يبقى التوكيد معنوي مجرور وعلامة جر الياء. كلا وكلتا تعرب اعراب المثنى، ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء. يبقى احنا كده تعرفنا على انواع التوكيد، توكيد لفظي وتوكيد معنوي، وعرفنا شروط التوكيد معنوي ان يكون فيها ضمير وحذفها ما يأثرش في المعنى وتيجي بعد المؤكد. هناخد دلوقتي امثلة للاعراب وخلي بالنا منها لانها مهمة جدا. لما اجي اقول لك اعرب الكلمات اللي تحتها خط، حضر الطلاب جميعا، حضر جميع الطلاب، حضر الطلاب جميعهم، ايه الفرق ما بين اعراب الكلمات دي؟ تعالوا مع بعض نعرب كلمة كلمة. حضر الطلاب جميعا، جميعا دي ليها اعراب ثابت، اول ما تشوف جميعا اعربها حال، يبقى جميعا دي حال منصوب وعلامة نصب الفتح. يلا المثال التاني، حضر جميع الطلاب. كلمة جميع طالما مش منونة بالفتح، مش منصوبة، وطالما ما فيهاش ضمير، يبقى اعربها حسب موقعها في الجملة. حضر جميع الطلاب، حضر دي الفعل، يبقى الجميع دي الفاعل، نعربها فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. المثال التالت فيها ضمير، حضر الطلاب جميعهم، هنا فيها ضمير، نتأكد الأول إن هي توكيد معنوي ولا لا. حضر دي الفعل، الطلاب دي الفاعل، يبقى جميعهم دي توكيد معنوي مرفوع، جميعهم دي توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفع الضمة. نتأكد برضو من الشروط، فيها ضمير؟ فيها الضمير هم، حذفها هيأثر؟ ينفع نقول حضر الطلاب؟ ينفع، يبقى حذفها لا يؤثر في المعنى. جت بعد المؤكد؟ ايوه جت بعد الطلاب، دي بتاكد الطلاب، الطلاب جميعهم، يبقى جت بعد المؤكد، يبقى حققت الشروط، يبقى نعربها توكيد، توكيد معنوي ومرفوعه لان الطلاب مرفوعه، توكيد معنوي مرفوع بالضمه. مثال تاني برضو على الاعراب مهم جدا، لما يجي يقول لك اعرب ما تحته خط، كلا الطالبان متفوقان، الطالبان كلاهما متفوقان، الطالبان كلاهما متفوق. يلا نعرب ما تحته خط، كلا نعربها ايه؟ كلا دي مش توكيد معنوي لان ما فيهاش ضمير وما فيش قبلها مؤكد. كلا هتعرب حسب موقعها في الجملة وتعرب بحركات مقدرة، يعني كلا دي هنعربها مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة. المثال التاني، الطالبان كلاهما متفوقان، كلاهما دي كده فيها ضمير، نتأكد برضو من شروط التوكيد المعنوي، فيها ضمير؟ ايوه هما، حذفها لا يؤثر؟ ينفع نقول الطالبان متفوقان، يبقى حذفها لا يؤثر. جت بعد المؤكد؟ ايوه جت بعد الطالبان، الطالبان كلاهما، يبقى دي توكيد معنوي، هنعربها توكيد معنوي. ماله بقى؟ نشوف المؤكد، الطالبان دي مبتدا مرفوع، يبقى كلاهما دي توكيد معنوي مرفوع، مرفوع بالايه؟ كلا وكلتا بتعرب اعراب المثنى، يبقى هنقول توكيد معنوي مرفوع وعلامه رفع الالف. المثال الثالث، الطالبان كلاهما متفوق. هتقول لي ما هي نفس الاعراب يا مستر، هنعربها برضو توكيد معنوي. طب نتاكد من الشروط، فيها ضمير؟ ايوه فيها ضمير. جت بعد المؤكد؟ ايوه جت بعد الطالبان. طيب حذفها لا يؤثر؟ ينفع نقول الطالبان متفوق؟ لا ما ينفعش، يبقى كلاهما دي مش توكيد معنوي. امال نعربها ايه؟ تعالوا نعرب المثال، دي جمله اسميه، الطالبان دي مبتدا، فين الخبر؟ الخبر هنا كلاهما متفوق، ده خبر نوع جملة اسمية، يعني كلاهما متفوق دي جملة اسمية، والجملة الاسمية بتتكون من ايه وايه؟ ايوه المبتدأ والخبر، يبقى كلاهما دي المبتدأ ومتفوق دي الخبر، يعني نعرب الطالبان مبتدأ وكلاهما مبتدأ؟ ايوه عادي خالص، الطالبان دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الالف، وكلاهما مبتدأ تاني مرفوع وعلامة رفع الالف، ومتفوق دي خبر المبتدأ التاني، خبر كلاهما،
والجملة الاسمية كلها كلاهما متفوق، دي خبر المبتدأ الاول. بكده يبقى احنا شرحنا الدرس وعرفنا الفرق ما بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. بتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة. اضغط لايك للفيديو وشارك الفيديو لكل اصحابك عشان يستفادوا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.